مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة كالعادة. رانا في فاميلي سبيس نقضوا واش لازم لنا للعادة تاع اليوم. في الحصة تاع اليوم راهو عندنا واحد الضيف راح يمتعنا، يلا ما نطولش عليكم تابعونا نروحوا نقضوا. السلام عليكم، اليوم راني في كوزينة مراد، ومراد وراهو خليته يقضي، أني هربت له، جيت كاش ما نخنتش قبل ما يجي هو، هاو جا، سي مراد. واش أمين، واش سبقتني؟ لا تقول، إيه ولازم. كان نقول لك عسلامة ولا أنت تقول لي عسلامة؟ أنا نقول لك عسلامة. يا خويا مرحبا بك. مرحبا بك في كوزينة مراد. واش هذا غير طولت شوية في القضية راك خلاص بديت أنا قلت بالك ندير لك هذه في هذه ولا كوزينة. طولت شوية نجي ناكل خلاص الحصة واجدة. عادي. مشاهدينا الكرام. بعد ما قضينا واش لازمنا العدد تاع اليوم، الضيف راكم شفتوه امين، مرحبا بك من جديد. الله يسلمك خويا. اليوم راك انت اللي راح تطيب لنا بكري وانا طيب يا خويا. اليوم انا راني راح ناكل على يدك. ايه؟ مولفين نشوفوا امين يمثل امين صح يضحكنا مولف في دار العجب درت العجب. ايه؟ اليوم رايحين نشوفوك انت خلاص انت طيب مشكل. واليوم انت اللي تقول لي اسكو الماكله تاعي بنينه ولا مش بنينه. يا خويا درك نحضروها ويشوفوها. هي صحيح انا ندوقه وما يشوفه. نتكلوا على ربي. يلا اليوم عندنا رايحين نديروا كيش. ايه ونديروا خبز محشي. خلاص سيداتي قال لك اليوم فيها كيش وفيها خبز محشي، اما لا اقضي الورقه وستيلو قابلين انا جايين. يلا شوف نبداو بالحشو تاع الكيش تاعنا. شعلنا هذيك ما تقوليش قال لي البصل وكذا نعرفها كاع نعرفها. خلاص ما يتبع راسك. يلا وانا نروح نوجد العجينه مالا. وجد سي مولاي. صحه بالنسبه للعجينه تاعنا تاع الكيش. فوالا سيداتي نديرو الزيت. بالنسبة للعجينة تاع الكيش عندي تكفي هذه تكفي. عندي هنا مغرفة تاع سكر وعندي مغرفة تاع خميرة صغيرة. ايه يلا الله احنا نقدروا البصل هذا. عندي ربع كاس تاع الزيت. عندي شوية تاع الملح. وراك داير لي المغارف مغرفة هنا هنا شوف واش من مغرفة تخلط بها. أعطيني وحدة معليش هات اللي تقلي بها هنا نعطوك هذه تاع لحظة خير. فوالا فوالا هذه مليحة فوالا هذيك نخليو البصل حتى يقلى مليح. إيه باينو. يلا هنا عندي حبة تاع البيض ثاني نديروها هنايا. ونزيدوا له هنا الفارينة. ما تقدريش ما تقدريش غير هكذا مليح تما هو راح يدير لنا الخبز هنايا. يلا احنا نديروا العجينه تاع الكيش. باينه درت فيها الزيت هنايا الملح. درت الزيت حبه بيض حبه بيض مغرفه سكر ومغرفه تاع خميره. قول لي العفسه تاع السكر علاش دير السكر باش الخبز في العجينه ولا في الخبز؟ ايه شوف ما تجيش مالحه. صح ومام الخميره تطلع مليح. دونك عفوا مام العجينه تطلع مليح بالسكر. طيب يلا انا هنا ندير العفسه انا كاع نقوم لكم بالك يهرب لكم. نديروا زوج كيسان تاع فرينه. ها البصل تاعنا انا في هذه الكميه عندي زوج كيسان فرينه. راني معاك مراد راني معاك. يلا هذاك نخلوه حتى يتقلى مليح ديجا راك تعرف بلا ما نقول لك. عندنا زوج كيسان فرينه والعجينه لازم تخلط باليد. باينه تاع بكري. لا عجينه لازم بالي خير من هذاك ايه تريسيتي غاليه شفت ايه وتلعبش
امين كاش خدم رمضان كاش ما راح نشوفوك في رمضان هذا كاش على ربي على ربي احنا دائما انا كتبنا حويجه هكذا ان شاء الله بالك بصح احنا استنيناكم تعاودوا لنا جزء تاع دار العجب ما فيهش ولا ايه على بال كله بدايه لها نهايه دار العجب خلاص دار العجب خلاص كاين اللي كبر كاين اللي خلاص كبروا الذراري لو كدرنا حاجه واحده اخرى نكتبوا حاجه واحده اخرى وكتبناها ان شاء الله ان شاء الله راح توجد لنا رمضان ان شاء الله توجد رمضان ان شاء الله باذن الله وتشوفوها وتضحكوا اكثر من دار العجب يلا هذه دار المهابل اللي ندير فيها هذه دار العجب هذه دار المهابل يا خويا نستناو كثير رمضان وفيها ممثلين لاباس بهم ناس في المستوى وعلى بالك الفكاهه الفكاهه دائما لازمك تشوف ناس اللي يكونوا شويه بيزار الفكاهه تحتاج ناس وتحتاج ناس تمد من القلب هذيك الضحكه هو. يعني ايه وسي دي جون سبونطاني ما همش تاع ما تجيبش ناس اللي يبان يمثل ولا عفويين هكذا من عنده ديجا كي تشوفوا انسان تاع الفكاهه اما لا نستناوك في رمضان لا فيها خير ان شاء الله ان شاء الله انا العجينه تاعي زدت لها شويه تاع الماء ما نكثرولهاش الماء بزاف ايه ونلموها ونخلوها ترتاح حوالي واحد باش تجي مطمنه مليحه مليحه نعجنوها هكذا حوالي واحد دقيقه ونص ولا زوج دقائق والبصل كي تكون يتقليه في عينك هي ميزانه ماشي تحرقه قليه دوك هكذا واش نزيدوا له امين دوك نزيدوا نديروا لها الدجاج هذايا ها هذا الدجاج هذا اخو وي الله نديروا الدجاج تاعنا عندنا صدر تاع الدجاج قطعناه ايه نزيدوا نديروه يتقلى ثاني معاه يلا العجينه هاي كيفاش النتيجه تاعها انا كنت ديجا وجدت واحده من قبل خليتها ارتاحت صح يلا درك هذه نحطوها ترتاح ونجبدوا اللي كنا وجدناها من قبل باينه جات مطمنه هذيك الله يبارك هذه دوك اللي نديروا فيها الحشو تاعنا تاع الكيس ما مش رانا نديرو ما يتسمى ما شي حاجه ما تكلفش بزاف حاجه خفيفه خفيفه واكسترا وفر لنا كلش يعني مش فارينا ما شاء الله دركا نتقبوها شويه دير هذيك باش تسبيري مليح هكذا هذه لا العجينه وجدتها وخليناها ارتاحت حوالي واحد النصف ساعه يلا ونستناو امين يوجد لنا الحشو تما لا ميم ميثود كيما اسمها لا طارت فوالا ايه شغل لا طارت مي العجينه ماشي كيف كيف صح العجينه برك ماشي كيف كيف صح صح هذه لا راهي واجده عندنا هنايا صح نروحوا درك نوجدوا العجينه نتاع الخبز تاعنا بالنسبه للعجينه تاع الخبز عندي كاس حليب دافي كاس حليب دافي عندنا كاس حليب دافي وعندي بياض البيض بياض البيض ماشي صفار البيض صفار نخلو ندهنو به صح عندي مغرفه غير ربع كبيره تاع خميره الخبز وعندي حوالي قريب نص كاس تاع الزيت عندي مغرفه سكر توجور وعندي الرشه تاع الملح شكل الحكمه في السكر ها الحكمه في السكر الخبز باش يجي طالع مليح من تفخ السكر ما بنادم كي ياكل السكر ينتفخ كيف كيف عندي الرشه تاع الملح درك هكذا ونليموها بالفرينه ونخلوها توجور باليد توجور باليد ايكونوميك تاع صاحبي تاع كاع ما كاينش نليموها بالفرينه فوالا نديروا الفرينه وما نكثروش بزاف باش ما تنشفش ونبقاو نزيدوا لها بشويه حتى نتحصلوا على عجينه طريه صح وانا الدجاج تاعي راه يطيب راني طيب ماشي نقلي فيه دوكا ويطيب دوكا الدجاج هذاك امين حنا كيطيب هذاك واش نزيدوا له؟ نديروا له شويه فلفل كحل ونديروا له درت له فلفل كحل مازال انا نديروا معاه كيطيب مليح باش نديروا بشويه البنه تاعو لاخاطر شو كان فلفل كحل نديروا مع البديه ينحرق وعباه فلفل كحل فوالا نزيدوا له شويه تاع الملح واللي ما يجيبش الفلفل كحل يدير الفلفل الابيض زيد لها شويه تاع الملح باينه باينه يلا نلموا العجينه تاعنا مليح ايه اسمح لي تشوف الملح وين دايرو هذا ماشي ملح هذاك ماشي ملح لا الملح شوفوا هذاك هذا
هذا هو راه الملح هذاك هو الملح صح. ايه هاوليك نعطيتني واسمو الحانوت هذاك دير هذه بالعاني يا وفقت لك يا خويا راك مركز مليح ها هو حبيت تشويني ها فوالا ان شاء الله العجينة تاعنا توجد هتلين فيها مليح نخلوها ترتاح حوالي 30 دقيقة فارينة هذه فيها العلك مليحة تتعلق ايه ما شاء الله لا فارينة ما شاء الله بالنسبة للحشو هذاك احنا درنا بصل قطعت حبة تاع طماطم وشوية فيون داشي وزدت له فرماج فرماج ايه هذه راهي جاهزة مرادو هذيك راهي واجدة درك هذيك نطفيو عليها صح الله 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 يلا العجينة هذه العجينة تاعنا راهي واجدة هاي النتيجة تاعها تاع العجينة كيفاش ونخلوها ترتاح حوالي 30 دقيقة درك هذيك أمين هذيك بعد ما نطفيو عليها هذيك نخلطوا حبة بيض وي حبة بيض مع ياغورت ناتير هذاك نخلطوهم هنايا حبة البيضة هي ها وهنا نخلطوهم في هذا هذيك هذا خلط فيه هي يلا علاش ندنيك شوية نتايا هذه حبة الياغورت ناتير هاي ليك فوالا هذه حبة البيض خلطهم في بعضهم فوالا هذو ما يسحقوا لا ملح لا ما يسحقوا والو هذوك صح هنا برك نحيو العجينة وهذه ثاني رانا وجدنا احنا عجينة ثاني من قبل هذه نخلوها ترتاح سيداتي سمعي الرنة الخبيط هنايا رق واش ميت سي مراد؟ دركا مازلنا نوجدوا البيشة ريحة الخبطة؟ لا راك جايبها مولف طيب أمين يا ماشي غير مولف طيب هو راك مولف بزاف ماشي غير مولف صح؟ دركا نروحوا نوجدوا البيشامال بيشامال ايه بالنسبة للبيشامال عندي هنا حوالي مغرف ونص تاع زبدة هذا يبون دوك اللي عنده يدير زبده حره نورمال اللي ما عندوش يدير هذه المارغرين مارغرين هذه راهي جاهزه اخويا مولاد راهي جاهزه هذيك تما وي هذيك نخلوها دوك نزيدوها للحشو هذا هذيك فرغها لنا هنا امين ايه نزيدوها على هذا نفرغوها هنا في ال وي نديرها مع الزبده ولا بالحشو؟ لا نديروها في الحشو. صح، ريبيا. بالنسبة لهذه، إيه؟ نخليوها درك حتى تذوب، ونزيدوا لها الفارينة حوالي زوج مغارف تاع فارينة. صح. نديروا حوالي زوج مغارف كبار تاع فارينة. ركزي معنا سيداتي، ركزي. ونخلطوهم ونزيدوا لهم الحليب. خلطوهم ونزيدوا الحليب. أمين أعطيني الحليب هذاك بسم الله نبقاو نزيدو الحليب بشوية ونخلطو زيد حط لي هذاك الفرماج فرماج ايه هذاك الفرماج نحطو هنايا نديرو كامل نديرو كامل وي فوالا صراحة ونوجدوها ودرك نروحو نديرو الحشو تاعنا ونحطوها في الفور وهذه وفرم يزيد زيد لها حليب حتى تشوفها انطلقت مليح حتى نشوفوها انطلقت والكميه اللي نحتاجوها حنايا صح ما نديروهاش بزاف جامده البيشامل تاعنا راهي واجده نطلقوها بشويه حليب
ايه انت واش انت واش فوالا كيما تحب كيما تحب تحب جاريه احنا هنا نزيدوا لها ملح وفلفل كحل وكاين اللي يحب يدير لها جوز الطيب الملح هو هنا صافا هنا نزيدوا لها شويه تاع فلفل كحل فلفل كحل هو هنا هنا نديروها هكذا سخونه بعدا فوق ال يلا بالنسبه للكيش تاعنا العجينه راهي واجده يلا درك نروحوا نعملوا الكيش تاعنا ايه فوالا يلا طريبيا نسقدوه شويه هكذاك نسقدوه شويه مليح احنا جاتنا فيها لاصو شويه بزاف مليحه يلا ونحطوا البيشاميل تاعنا ثاني من فوق ونزيدوا لها فرماج رابي من راهو دارنا اليوم الكيش بنا عظيمه هذه فوالا يلا درك هنا نزيدوا لها فرماج رابي ايه ونحطوها في الفور فوالا يلا امين درك مازال لنا الخبز انا كما قلت لكم انا كنت وجدت عجينه من قبل يلا الكيش تاعنا راهو واجد مازال غير باش نحطوه في الفرن تاكل هذه ويقول لك ايه تولي كيما هذاك نجبدوا الخبز تاعنا انا كنت وجدت انا ديجا عجينه من قبل وهي خامره ولاباس وكل شيء فوالا هذه راهي واجده نوريو لهم وحده كيفاش نديروا الحشو تاعنا هذه لا العجينه اللي كنا درناها من قبل صح. خليناها ارتاحت حوالي 31 دقيقه يلا الحشو تاعنا هذه هي واجده هذاك هو الحشو تاعنا الحشو قلنا فيه فيون داشي بصل فرماج وطماطم ملح وفلفل اسود حاجه سهله وتنجموا ديروا واش حبيتوا نتوما تنجم دير بالدجاج بالنسبه باش نغلقوها نجيبوا هادو ايه ديرهم هكذا مع بعضهم نليموهم صح ومن بعد نقلبوها على هذه تري بيان دوك حنا درناها بسيطه على شكل صغيره فوالا خبزه صغيره مشاهدينا الكرام دروك حنا هذه نروحوا ندهنوها بالصفر تاع البيض باينه دونك حتى نجيبوا البلا تاعنا ايه بالصفر تاع البيض كاين اللي يحب يزيد لها السانوج كاين اللي ما يحبش يزيد لها انا نروح نوجد كامل الخبز تاعي ونحطه يطول كيما عفوا يطيب ونقول لكم مشاهدينا الكرام ما تروحوش بعيد نتلاقاو بعد هذا الفاصل سيدتي رانا رجعنا بعد ما درنا الخبز تاعنا محشي وطاب وبعد ما درنا الكيش تاعنا سي مراد يعطيك الصحة دركا واش راهم مجهزين دركا الكيش تاعنا راه واجد كيما شافوا الطريقة الله يبارك الخبز ما شاء الله ايه تقول نتصور مع مدير سيلفي ما ناكلهمش لا ما شاء الخبز الله. انا والله غير عجبني صح بسم الله يعني خبز ما شاء الله زومي زومي يا خويا زومي شوف انا الله يبارك كيف جا كي القطن نشوف يعطيك الصحة أمين دقيقة بصحتك مليح هاي بون أمين لحقنا نهاية العدد تاع اليوم نقول لك يعطيك الصحة اللي حضرت معنا في هذه الحصة بلا مزية أخويا ماشي شرفنا واش تقدر تقول للمشاهدين كل شرف ليا واش راح نقول للمشاهدين راح نقول لهم عباكم واحد كي يبدا ياكل يدي كونيكت من الهضرة راح نقول لكم ما تزابيو شوفونا وتابعوا الشاب في حصه كوزينة مراد ايه الشاف مراد على بالك انا نحبوا نكونوا سبونطاني ما نحبوش هذيك تاع وي ايه لازم واحد يطلق روحه في الميشن ما يكونش باسكو سيداتي راهي تتفرج فينا باش تتعلم بصح هذه كيفاش وقتاش نذوقوها اخويا لا لا هذه درك صبا درك نكوبيو ونقسموها انا ما نقسموها ما ولادي تروح هكذا يا خويا بصحتك صحتك نخليكم مع خويا مولات وانا نقول لكم مشاهدينا الكرام نتلاقاو في عدد جديد ومع ضيف جديد تهلاو في رواحكم سلام سلام